نتيجة المتوسط ظهرت. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في محافظات العراق. تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب المقيدين بالصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بعد أن كثرت التساؤلات حول معرفة الموعد المحدد بالإفصاح عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور. فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول. تم أيضا رفعها على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني، علما بأنه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الخطوات اللازم عملها من قبل معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بطريقة بسيطة. خطوات البحث عن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024. أولاً، قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني. ثانياً، ثم انقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية. ثالثاً، يجب تحديد المرحلة التعليمية المراد البحث عنها. رابعاً، بعد تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه، يتطلب منك إدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني. أخيراً، انقر على أيقونة البحث، سيتم إظهار النتيجة الخاصة بالرقم الامتحاني الذي أدخلته. آلية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024. يرجي زيارة الموقع الرسمي الخاص بنتائجنا الإلكتروني. انقر على خانة تقديم الخدمات من على الصفحة الرئيسية. ثم قم بالضغط على زر نتائج جميع الصفوف التعليمية. قم بالضغط على تعين الصف الثالث المتوسط الدور الأول. ثم قم بامتلاء الخانات الظاهرة أمامك التي تتمثل في اسم الطالب، الرقم الامتحاني. أخيراً، يجب الضغط على زر عرض النتيجة. انتظر بضع ثواني، سيتم عرض النتيجة الخاصة بك على الفور.